بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس ده بنتعلم ازاي بنعمل بروتكت نعمل حماية لملف الاكسل اللي احنا عملنا فيه معادلات كتير. طبعا الملف اللي عملنا فيه معادلات كتير بالشكل ده، فعايزين نحفظ المعادلات. نحفظها ازاي؟ طبعا المعادلات عندي بالشكل ده. في البداية خالص انا بضغط على ريفيو، فريفيو في عندي بروتكت للورك بوك وعندي بروتكت للشيت. فلو ضغطت على بروتكت شيت فبتظهر عندي الايه، بتظهر عندي الشاشة ديت. قبل ما استخدم البروتكت شيت، وممكن برضو من هنا كليك يمين واقول له بروتكت شيت، بتظهر نفس الايه، نفس الشاشة. في الاول خالص انا بضغط على الملفات اللي انا مش عايز اقفلها، بروح ضاغط على شيفت ودبل كليك لما تظهر معايا علامة بلس، بتروح لاخر الايه، لاخر المعادلات بتاعتي ديت مش عايز اعمل لها حماية. بضغط عليها كليك يمين واقول فورمات سيل، ومن فورمات سيل اخد بروتكت، ومن بروتكت اللوك اقول له لا، ديت الوحيدة اللي هتكون ايه، اللي هتكون انلوك. لو ضغطت على هيدن يبقى مش هيوريني الارقام. لا بس احنا نشوف الارقام مش مشكلة، اقول له اوكي. طيب دي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية بضغط على بروتكت شيت، وبضغط وبعمل هنا باسورد، مثلا الباسورد ده اقول له اوكي، اقول له اوكي. كده عملنا حمايه للشيت. لو ضغطت هنا هلاقي الارقام ممكن نغير فيها. لو قلنا مثلا 1 ل 4 او نغيرها نرجع تاني 1 ل 3، لكن اذا ضغطت هنا في اي مكان تاني هنلاقي ايه، هنلاقي ما نقدرش نغير فيها. يبقى كده عملنا حمايه للايه، حمايه للشيت. الحمايه التانيه اللي احنا نقدر نعملها، هنضغط على شير ورك بوك. اضغط على شير ورك بوك، اضغط على بروتكت، سوري، بروتكت ورك بوك. بضغط على اول اختيار عندي وبضغط على ويندو وبعمل الباسورد بتاعي بالشكل ده. يقول لي كرر، اقول له اوكي. كده عملنا حمايه للورك بوك. معناها ايه حمايه الورك بوك؟ ان في كل الشيتات ما اقدرش اغير. لما اجي اقول له كليك يمين كده اول اقدر اموف اور كوبي، ما اقدرش اغير ايه في اسم الايه، في اسم الشيت، في لكل الايه، لكل البوك ما اقدرش اغير في اسم الشيت، ولا اقدر اعمل له موف، ولا اقدر اعمل كوبي منه لاي ايه، لاي مكان. يبقى كده قفلنا البوك، وهنا قفلنا الشيت والمعادلات بس اللي ايه. طبعا كل شيت نعمل له ايه الحمايه بتاعته، بنشوف الخلايا اللي فيها القوانين، الخلايا اللي ما فيهاش القوانين وبنسيبها مفتوحه، والباقي ايه بنقفله. طيب عندي اختيار تاني في القفل، قفل الملف من الاصل. هقول له سيف از، ومن سيف از اضغط على تولز، ومن تولز اضغط على جنرال اوبشن، ومن جنرال اوبشن هنا عندي لو عايز اما اجي افتحه ما اقدرش افتحه. لو حطيت باسورد هنا مش هقدر افتحه خالص، هيطلب مني باسورد، واذا ما دخلتش الباسورد مش هيتفتح اطلاقا. طبعا انا هضغط هنا على ريد اونلي، وهنا هضغط على موديفاي. يعني هضغط اذا ضغط اذا فتحت ريد اونلي هيفتح معايا، يفتح معايا للاستعمال فقط، بس ما اقدرش نحفظ فيه اي حاجه، وما اقدرش نغير فيه المعادلات بتاعته. هنا هدي الباسورد، اقول له اوكي، اقول له اوكي. هنا اخلي الملف ده رقم 2 واقول له ايه سيف. هيحفظ عندي الملف ده بملف رقم 2. هقفل الملف واروح هنا وعندي بالشكل ده. هفتح الملف ده رقم 2 تاني. اول ما افتح الملف ابص الاقي راح مديني باسورد، اقول له ريد اونلي، هيروح فاتح معايا الملف بالشكل ده اللي احنا ايه، اللي احنا شايفينه. طيب هيفتح عندنا الملف، وكده نبقى حفظناه وعملنا له الحماية بتاعتنا. والى اللقاء في درس اخر.